بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة المشاهدين، جمعتكم نور ورحمات وارتقاء في مدارج العرفان. ما زلنا مع المحطات الصعبة في السيرة المحمدية، نحاول أن نستلهم العبر ونقرأ الدروس في المواقف العملية لنتعلم ونرتقي. محطة اليوم صعبة لأنها هددت وجود النبي عليه الصلاة والسلام وهددت حياته. فبعد أن استنفذت قريش محاولاتها المتعددة لتثبيط الرسول عليه الصلاة والسلام عن دعوته بشتى الوسائل، بالحصار، بالتعذيب والتنكيل، بقي لها أن تدبر حيلة لقتله. فاجتمعوا في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها. فاجتمعوا يتشاورون فيما يصنعون بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكانت الحيلة المكرة التي يقتلونه بها ولا يقتص منهم أحد أن يأخذوا من كل قبيلة شابا قوي البنية جلدا، ثم يعطى لكل واحد من هؤلاء الشباب سيفا صارما، ثم يعمدوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه. هذا هو التدبير، هذه الخطة، هذه الطريقة التي لن تستطيع بنو عبد مناف حرب هذه القبائل بأجمعها. اتفقوا على الفكرة وعزموا على تنفيذها، بل ضربوا لذلك ميعاد يوم معلوم. فأتت العناية الإلهية مجسدة في جبريل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينهاه عن النوم في مضجعه في تلك الليلة، آمرا إياه بالهجرة، علما أن جمعا من الصحابة كانوا هاجروا بالفعل إلى المدينة، وبقي من الصحابة منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأمل الهجرة رفقة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب رسول الله لأبي بكر في وقت من الظهيرة، وهي ساعة لم يكن من العادة أن يذهب فيها لزيارة صديقه أبي بكر، فذهب إليه استثناء ذاك اليوم ليخبره بأن الله أذن له أخيرا في الهجرة ليجهز نفسه. انطلق بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب فطلب منه أن يؤدي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الودائع التي كانت عنده للناس، إذ لم يكن أحد من أهل مكة له شيء يخشى عليه، إلا استودعه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام نظرا لصدقه وأمانته. وها هنا نقف وقفة، لنتخيل السياق ونحاول أن نفهم هذا الأمر، لأنه قد يظهر أنه سهل هين يسير ليس بالشيء الكبير، لكنه مهم جدا. ففي هذا السياق نتأمل كيف أن القوم يدبرون لقتله عليه الصلاة والسلام، وهو يسعى لأن يرد ودائع الناس. لم يقل هؤلاء اتفقوا على قتلي وعزموا على ذلك فسأستبيح الأموال وآخذها معي إلى الهجرة ثم أردها لمن أسلم وتاب منهم. لم يقل الدين دين الله والمال مال الله وكله في سبيل الله. لم يقل أنا شخص عندي مهمة سامية وسأحتاج إلى المال في مهمتي والغاية تبرر الوسيلة. لم يقل أنا شخص مهدد بالموت فلن أضيع وقتي مع من يريد قتلي. لم يقل كل هذا. نعم، سيستجيب للأمر الإلهي ويهاجر حفظا لروحه ونفسه ودينه ورسالته، لكنه أخذ بالأسباب الكافية لرد الأمانات لأصحابها، وكلف علي بن أبي طالب بالمهمة، فهو وإن خاف على نفسه لكنه أخذ بالأسباب، لأنه يعرف جيدا طبيعة المسؤولية وضرورة تجلي الأخلاق في دنيا الناس. فالمبادئ سامية والمبادئ ممحصة، تمحص الإنسان المبدئي من البراغماتي، تمحص الإنسان ذي الثوابت من الإنسان
للمنافع. فاللهم صل وسلم وبارك على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين. إلى اللقاء.